بيتك بحال هذاك اللي كي ماركي في الشبكه ديال الفرق ديالك. داكشي علاش السيد كيرم كيرم تكلم على المداوح. ملي قال المداوح كان في ذلك تنبيه وكان في ذلك توبيخ. يعني واش عباد الله واش بغيتوش ماركيو على راسكم؟ ملي جا السيد بوسكيت استعمل نفس الكلمه قال هكذلك في اطار المقاطعه زعما واش نتوما بغيتو توقفوا الاستثمار في المغرب؟ لكن لم يكن فيها تنبيه، كان فيها نوع من السخريه داكشي علاش ما قبلوهاش الاخرين او الذين اعتبروا انفسهم معنيين بتلك الكلمه. غير هي مداويخ ليست تصنيفا راسخا يمكن ان يدخل القاموس. علاش؟ لانه هو صفه طارئه لوضعيه طارئه. داكشي علاش انايا ما نبغيش ان هذه الكلمه هذه تورسخ، لان حتى الرفض اللي جا اللي قالها وزير اخر